شيع آلاف الفلسطينيين الظهر الثلاثاء الماضي جثامين خمسة من المقاومين تم اغتيالهم خلال عدوان إسرائيلي استهدف البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وردد المشيعون هتافات ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدن الضفة الغربية مطالبين بالرد على جرائم الاحتلال وعلى تصعيده المستمر. وحمل المشيعون جثامين الشهداء الملفوفة بالأعلام الفلسطينية على الأكتاف وجابوا بهم شوارع مدينة نابلس قبل أن يؤدوا عليهم صلاة الجنازة ومن ثم يوارونهم الثرى. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد عما وصفه بتصفية الناشط الفلسطيني وديع الحوح في مدينة نابلس بالضفة الغربية واصفا إياه بأنه قائد مجموعة عرين الأسود. وقال لبيد في تغريدة إن تصفية رئيس منظمة عرين الأسود وديع الحوح مع آخرين هو نتيجة لعملية مشتركة قامت بها قوات الأمن التابعة للجيش الإسرائيلي والشباك الليلة الماضية في نابلس. ومن جهتها نددت الرئاسة الفلسطينية بالعملية العسكرية الإسرائيلية وقالت في بيان نقلها تلفزيون فلسطين الرسمي إن ما يجري من عدوان إسرائيلي على نابلس هو جريمة أو جريمة حرب. وأضافت ندين بشدة هذا العدوان ونحمل الحكومة الإسرائيلية تداعياته. المزيد في هذا التقرير. على وقع أصوات الرصاص والهتافات الغاضبة شيع عشرات آلاف الفلسطينيين في نابلس أمس الثلاثاء الشبان الخمسة الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس في مشهد مهيب شارك فيه ممثلو القوى والفعاليات الرسمية والشعبية ورفعوا خلاله الأعلام الفلسطينية والرايات السوداء ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بالتزامن مع اشتباكات ومواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من نابلس مدفوعة بتعزيزات عسكرية كبيرة تساندها طائرات مسيرة وسمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات وشهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء. وعقب ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي حاصرت أحد الأبنية السكنية وأمطرتها بالصواريخ والقذائف لتقتل خمسة فلسطينيين بينهم وديع الحواح أحد أبرز قادة مجموعة عرين الأسود فيما أصيب 20 آخرون خلال العملية. وتفاعلا مع الحدث الجلل عم إضراب شامل محافظات الضفة الغربية احتجاجا على العدوان الإسرائيلي وحدادا على أرواح القتلى فيما انطلقت مسيرات غاضبة في شوارع المدن والمخيمات ودعت الفصائل الفلسطينية في غزة غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة إلى الانعقاد فورا لبحث سبل إسناد الضفة الغربية. وأعلنت في مؤتمر صحفي بالقطاع بأن جريمة الاحتلال في نابلس لن تمر دون عقاب وفق تعبيرها. في غضون ذلك انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء من مدينة نابلس وبلدة عراق بورين جنوب شرقي المدينة بعد اقتحامها واعتقال إياد النابلسي الأخ الشقيق لإبراهيم أحد قادة ومؤسسي مجموعة عرين الأسود إضافة لآخرين لتتمركز في محيط المدينة مواصلة حصارها على الفلسطينيين في نابلس لليوم 16 على التوالي من خلال إغلاق بعض الحواجز والطرقات. وفي وقت تعهد فيه رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد بتواصل الضربات في نابلس وجنين قالت الخارجية الأمريكية إنها عبرت لمسؤولين إسرائيليين عن قلقها من التصعيد. أهلا بكم وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد رأفت نبهان الصحفي والمحلل السياسي وعبر سكايب أرحب بالقيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية والمحلل السياسي سامر عنبتاوي من نابلس وأبدأ مع ضيفي هنا سيد نبهان. ما هو أكثر ما يخيف دولة الاحتلال من ظاهرة عرين الأسود وهل سيناريو ما جرى في نابلس يمكن أن يحد من هذه الظاهرة؟ تحياتي لك بداية أستاذ زاهر وللمشاهدين الكرام. حقيقة الكيان الإسرائيلي اليوم متخوف وفي حالة رعب شديد كون عرين الأسود مجموعة مسلحة غير تنظيمية يعني تشمل عدد من الشبان الفلسطينيين المتحمسين والذين يمتلكون إرادة حية للصمود ومقاومة هذا الاحتلال. الكيان يعيش حالة هذا الرعب خوفا من أن تمتد
حالة عرين الأسود من نابلس وتنتقل للمدن الأخرى لجنين التي أيضا تتشكل فيها مجموعات عسكرية تواجه الاحتلال وتقلقه بشكل كبير. ما يقلق الاحتلال أن تتحول هذه القلاع، قلاع المقاومة والصمود في نابلس وفي جنين لباقي المدن الفلسطينية في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط. ما يقلق الاحتلال أن هذه الحالة، حالة عرين الأسود، تمثل أنموذجا فلسطينيا صلبا، يعني شب عن الطوق الذي سعى الاحتلال على مدار سنوات طويلة للقضاء على المقاومة وعلى روح الصمود لدى الفلسطينيين. بالتالي هذا الخوف وهذا القلق اليوم يتحقق من خلال هذه المجموعة الشرسة التي أثخنت في الاحتلال وجنوده، ويعني قام بها شبان يمتلكون يعني سلاح وعتاد بسيط جدا مقارنة بدولة الكيان الإسرائيلي الذي يمتلك إمكانات هائلة وجيش جرار في ظل صمت عربي وفي ظل للأسف دعم من قبل سلطة التنسيق الأمني لهذا الاحتلال. اليوم الشعب الفلسطيني يلتف ويحتضن عرين الأسود ويحتضن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل عام، وهذه الحاضنة ستدعم هذه المجموعات لتتطور وتطور قدراتها. وإن بقي الاحتلال في غطرسته وإجرامه وحصاره لنابلس وحصاره لمجموعة عرين الأسود، سيتطور الفعل الفلسطيني لما هو قادم، بحيث تتحرك هذه المدن ويتحرك جموع الفلسطينيين باتجاه نابلس لكسر الحصار عنها. فلا يعقل أن تبقى هذه المدينة محاصرة ويبقى هذا الاحتلال المدجج بكل هذه الإمكانات يحاصر شعب أعزل لمجرد وجود عرين الأسود مجموعة مسلحة داخل نابلس، وهذا يعتبر عقاب جماعي يحاسب عليه القانون. طيب اسمح لي ننتقل إلى نابلس مباشرة ونسأل السيد سامر عن بتاوي. سيد سامر، هل اغتيال وديع الحوح القيادي البارز في هذه المجموعة ورفاقه يوم أمس، بالإضافة لاغتيال أصلا وقيام دولة الاحتلال بقتل مؤسس عرين الأسود محمد العزيزي الذي استشهد في يوليو الماضي، هل هذا سيؤثر على استمرار هذه الظاهرة أم أن دولة الاحتلال كما هو متوقع منها لن تسكت على هذه الظاهرة وستحاول جهدها لإنهائها قبل أن تنتشر؟ مساء الخير أولا. مساء الخير. بالتأكيد بصريح الإشارة هي تعودت نفسها أنها استطاعت ترويض الشعب الفلسطيني وترويض الشعب الفلسطيني بسياسة الأمن الاقتصادي عبر الماضية بالعصر من حيث بعض التشكيلات المزعومة الداخل، واعتقدت أن هؤلاء الشباب يبحثوا صالحهم ومستقبلهم الاقتصادي بعد عن الاتجاه الوطني. ما ثبت ما غير كل حسابات الفنية هي الإسرائيلية أن هناك تجير انتقل نقلة نوعية بتغيير الواقع الفلسطيني وإعادة تموضع الشعب الفلسطيني إلى شعب تحت الاحتلال في مقاومة محتلين. ظهرت هذه الظاهرة أولا في مخيم جنين وحصان مخيم جنين والغرفة المشتركة التي تأسست في مخيم جنين والتي أربكت الاحتلال، ثم ظهرت عرين الأسود في نابلس. وعرين الأسود ميزها الكثير من المميزات، حتى أتي إلى جواب على سؤالك فيما لو تأثرت أو لم تتأثر. عرين الأسود أولا هي ظاهرة وطنية مختلفة تماما عن الظواهر السابقة، من حيث أنها عابرة للتنظيمات، لها مصداقية عالية، لها جرأة عالية، شبابها منتمين بشكل واضح. بالبداية كانوا يعني يردون على اقتحامات دولة الاحتلال لمدينة نابلس ويتصدون لها، ثم أصبحوا يبادرون في مهاجمة قوات الاحتلال خارج المدينة وعلى الحواجز العسكرية وأيضا على المستوطنين. هذا بالتأكيد أربك المنظومة الأمنية الإسرائيلية، من حيث أنهم لا يعرفون العدد، لم يفكوا شفرة العرين، لم يعرفوا العدد، المواقع، متى تطلع العملية، متى تخرج العملية، ومتى يكون هناك تنفيذ لهذه العملية. إضافة لكل ذلك حجم الالتفاف الشعبي والجماهيري حول هذه الظاهرة، لذلك قامت بحصار نابلس والتضييق على نابلس. وأعتقد أن هذا الكل يعلم أن هذا الحصار ليس حصارا أمنيا، هو حصار عقوبات جماعية من أجل ضرب الحاضنة الشعبية لحرق العرين الأسود. أما من حيث الاستهداف،
حاولت في البداية، كان هناك توجه لدى المنظومة الأمنية بفكرة الاجتياح المباشر والاشتباك المباشر. ظهر بالداخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية نفسها من يقول بتكلفة هذه العملية بكل المستويات الجسدية والمادية وعلى المستوى الإعلامي أيضا وعلى المستوى العالمي، سيما أن دولة الاحتلال على أبواب الانتخابات. وبالتالي ذهبوا إلى الطريقة الثانية التي هي أسهل وأقل كلفة، هي عبارة عن حصار، عمليات الاغتيال، العمليات المحدودة باستهداف باستعمال كافة الوسائل التكنولوجية والتقنية، طائرات الاستطلاع بالمناسبة منذ أكثر من شهر في سماء نابلس، العملاء يتجولون داخل البلدة القديمة محاولة نقل المعلومات، وأيضا هم يستعملون الآن نظام البيجازوس ومختلف الأساليب التقنية للوصول. عملية الاغتيال وهذا ما يقارن عملية الاغتيال والاستهداف دائما ما كانت تخلف ردود فعل يعني أقوى بانضمام شباب أكثر للعريم من جهة. ثانيا حتى العملية التي حصلت مع وديع الحوا، شهيد وديع الحوا، كانت بطريقة حتى يعني تعارض مع القانون الدولي. عملية الاستهداف كانت بأسلحة يعني غير مفهومة، بالغاز السام، بالصواريخ، حتى أن عندما وصل للعلاج في المستشفى لم يستطع في البداية الأطباء التعرف على سبب الوفاة بسبب أن لم يكن معروف ماذا استعمل في هذه العملية. وبالنهاية أقول في الإجابة على السؤال، صحيح أن هناك استهداف، صحيح أن هناك قادة مهمين في العرين استشهدوا، ولكن أعتقد أن طالما دولة الاحتلال تذهب إلى المربع الأمني الاحتلالي فالشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني يذهب إلى المربع الأمني النضالي. نعم. بمعنى أن لا يمكن أن يقابل الجيش الإسرائيلي بالورود عندما يجتاح نابلس، وستبقى هذه الظاهرة تتنامى بحسب ما تريد دولة الاحتلال. طيب نعم. اسمح لي أرجع هنا لضيفي السيد رأفت. يعني سيد رأفت، هذه الطريقة الإسرائيلية المتوحشة والذي اعتمد عليها الشعب الفلسطيني، يعني هل سيكون لها فعلا تأثير؟ يعني التي تضمنت كما أشرتما إلى الحصار على المدينة، العنف في إجراءاتها ضد هذه المجموعة، العقاب الجماعي المخالف لكل القوانين الدولية وما إلى ذلك، هل سيؤثر على فرص تطور هذه المجموعة النضالية، المجموعة المقاومة، وانتشارها في الأراضي المحتلة الأخرى أو مثلا في المدن والقرى المختلفة؟ على العكس، أسلوب الاحتلال الذي يمارسه بشكل دائم وهو أسلوب القتل والتدمير والإجرام بحق الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه. نحن شاهدنا بالأمس القريب قناصة الاحتلال استهدفوا طبيب فلسطيني وهو أمام المستشفى يقوم بإسعاف حالات تم إصابتها في مواجهات مع الاحتلال. قابل إصابة هذا الطبيب قنص قناص إسرائيلي أيضا صحفية شيرين أبو عاقلة، وقبلها أيضا حتى الفتيان والصبية الفلسطينيين لم يسلموا من عنجهية وإجرام هذا الاحتلال. بالتالي هذا الإجرام وهذا الطغيان الإسرائيلي المباشر للقتل والتنكيل بالتأكيد جرب، والاحتلال جرب هذا المسار ضد المقاومة في غزة منذ عشرات السنين، والاحتلال يقصف يعني بالصواريخ المحرمة دوليا ويقصف بكامل عتاده الذي يأتيه من أمريكا ويصنع من قبل التقنية الإسرائيلية بكافة تطورها وحداثتها. هذا القتل وهذا التدمير لم يزد المقاومة الفلسطينية في غزة إلا صمودا، إلا شموخا، إلا تطويرا لقدراتها، والأهم من كل ذلك إلا بالتفاف الحاضنة الشعبية والشعب الفلسطيني حول هذه المقاومة. نفس هذا السيناريو اليوم يتكرر بالضفة الغربية وفي نابلس. القلاع الصمود في الضفة الغربية بدأت في هذه المجموعات، وكلما الاحتلال ازداد شراسة وقتلا وإجراما سيلتف الشعب الفلسطيني حول هذه المقاومة، وبالتالي ستنتشر روح المقاومة وروح الصمود وروح العمل المنظم لباقي المدن الفلسطينية. الاحتلال سعى في الأيام الماضية لعدة أطراف بحيث تتدخل وتنهي المعركة في نابلس قبل بدئها، حاول مساومة عرين الأسود والكتائب المسلحة في الضفة الغربية من خلال السلطة الفلسطينية وأطراف أخرى، لكن هذه المقاومة رفضت هذا القنوع، رفضت المغريات المالية ورفضت المغريات بالتوظيف في السلطة الفلسطينية، وأصرت على حمل البندقية ومواجهة هذا الاحتلال. اليوم الضفة الغربية مقبلة على سيناريو انتفاضة جديدة في حال استمر العدوان الإسرائيلي المدعوم من قبل حكومة إسرائيلية هزيلة وضعيفة، مقبلة على الانتخابات
الجرائم تشتد كلما اقتربت الانتخابات الإسرائيلية. للأسف أصبح الشعب الفلسطيني مجرد صندوق انتخابي لدى قادة الكيان المجرم، يصعد من إجرامهم ويقتل أكثر، كلما قتل أكثر من الشعب الفلسطيني كلما أصبحت فرصه بالانتخابات أكبر. طيب اسمح لي أرجع إلى سيد سامي. سيد سامي، يعني ما هو تقييمكم لردود أفعال الفصائل الفلسطينية تحديدا؟ وضيفي هنا سيد رأفت أشار إلى فرص انتقال هذا العمل المقاوم المنظم، يعني ما هو موقف هذه الفصائل؟ ما هو تقييمكم لهذا الموقف؟ ثم أين السلطة الفلسطينية ما يجري، وخاصة أن هذه الاغتيالات وهذا الاقتحام وهذا الحصار هو لقلب مدينة نابلس، وقلب مدينة تعتبر وفقا لاتفاقيات السلطة مع الاحتلال في منطقة ألف، وبالتالي لا ينبغي على الإسرائيلي أن يدخلوها. سيدي، لم يبقى ألف ولا باء ولا جيم أصلا. نحن نعيش في الضفة الفلسطينية في مناطق ما يسمى أكثر من جيم، ما إذا كان يجوز التعبير ما هو أكثر من جيم، هي مناطق مستباحة بكامل من قبل الاحتلال. لم يعد يعني تصنيف للمناطق، دولة الاحتلال تعتقد وتدعي أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء أينما تشاء وكيف ما تشاء، تدخل إلى كل المناطق تجتاح. منذ الاجتياحات العام 2002 أصبحت كل المناطق مستباحة، وقبل ذلك كانوا يعني يفسرون بند من ضمن بنود أوسلو المشحف في الحق الفلسطيني مسمى الملاحقة الساخنة. الآن تجاوزوا هذا الموضوع، ليس الملاحقة الساخنة بل الاجتياحات والقتل والتدخل المباشر. لذلك نحن لا نعيش في مناطق ألف. أما بالنسبة للعلاقة مع التنظيمات ومع السلطة، بصراحة نحن افتقدنا الكثير، ومخلفات أوسلو هي ما أوصلتنا إلى هذه المرحلة. أوسلو وتبعاته عزز الاستيطان، الاستيطان الآن يناهز 1,000,000 مستوطن في الضفة الفلسطينية، وبالمناسبة في جملة دولة الاحتلال تحاول تحويل الصراع في الضفة الفلسطينية بدل أن يكون صراع وطني للتخلص من الاحتلال إلى صراع بين مزدوجين، بين مواطنين يهود وعرب وبحماية الجيش الإسرائيلي للمستوطنين، وهذه أحد أسباب يعني نقمة الشباب وغضب الشباب اتجاه الاحتلال، هو ما يقوم به المستوطنون من اعتداءات سواء اجتياحات المسجد الأقصى أو اعتداءات على الطرق الخارجية أو على المزارعين أو كل هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين. وبالتالي هذا هو النمط الذي تسعى له دولة الاحتلال في التعامل مع المستوطنين في الضفة الفلسطينية. وبالتالي كل هذا المجهود الذي تقوم به دولة الاحتلال للتقويض منذ أوسلو حتى الآن أضعف كثيرا الفصائل الفلسطينية، بالذات الفصائل العاملة في المقاومة المباشرة. وبالتالي ظهر اتجاه آخر، موضوع ما سمي بالسلام طيلة هذه الفترة، والفصائل زادت، وحتى الفصائل التي تقوم بالمقاومة هناك يعني رموزها إما في السجون وإما تحت القبور. وبالتالي الآن أصبحت هذه الظاهرة التي ظهرت جديدا تقول أن لا تعصب حزبي، لا توجه للعصبوية الحزبية، وفي نفس الوقت تتجاوز موضوع الانقسام الفلسطيني، لأن يعني الانقسام الذي يتحول إلى انفصال أضر بالقضية الفلسطينية وخاصة في موضوع المقاومة والموضوع الوطني. وبالتالي الفصائل الفلسطينية أصبحت بضمن هذا الانقسام وبضمن المعطيات مترهلة متراجعة. الآن ما هو المطلوب؟ المطلوب فعلا إعادة اللحمة الفلسطينية بالكامل بين المقاومين من الشباب، بين الظواهر الجديدة، بين الفصائل الفلسطينية بأكملها، ورد الفجوة الكبيرة التي خلقت مع السلطة الفلسطينية، لأن السلطة الفلسطينية لم يعد لديها دور، لم تطلق حتى دولة الاحتلال، هي من جهة تضعف السلطة الفلسطينية ومن جهة تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عما يحصل. وللأسف لا تغير في السياسة في وظائف السلطة، لا تغير في سياسة منظمة التحرير، لا عودة عن كل مخلفات الماضي. القرارات التي اتخذت في المجلس المركزي بالتخلي عن كافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال بقيت حبرا على ورق. المطلوب حاليا إعادة الاندماج الفلسطيني والتموضع الفلسطيني بالكامل، إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وكفاية. سيد سامر، يعني أنت أشرت إلى ضعف الفصائل وتراجعها، وفي هذا السياق أود أن أسأل ضيفي رأفت هنا، يعني هل إعلان الفصائل والقوى الفلسطينية مثلا عن الإضراب الشامل في الضفة الغربية حتى في قطاع غزة أيضا،
يعتبر هو الخيار الأنسب للتعامل مع هذه الحالة مثلا، أم أنه كما أشار ضيفنا سامر في نابلس أنه مؤشر على ضعف هذه الفصائل وعدم قدرتها على التعامل المناسب ربما مع مثل هذا الإجرام الإسرائيلي؟ الغرفة المشتركة في قطاع غزة التي تمثل الفصائل الفلسطينية اجتمعت وبحثت في التصعيد الإسرائيلي في نابلس وحصار هذه المدينة العزيزة على الكل الفلسطيني، وتضمن هذا البيان بأن كافة إمكانات المقاومة الفلسطينية في دعم وإسناد مدينة نابلس. ما نشهده اليوم في غزة هو إضراب لدعم هذا الحصار الإسرائيلي الجائر على غزة تضامنا وإسنادا مع الضفة الغربية، هذه كخطوة أولى. أعتقد أن الفصائل الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي حال استمرار وتصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتالي الخيارات لدى الفصائل مفتوحة، وجميع هذه الخيارات بما فيها الخيار العسكري ربما يكون مطروحا على الطاولة، وهذه الكتائب والفصائل في غزة تمتلك كتائب في الضفة الغربية، ليس شرطا أن يكون هذا الرد من قطاع غزة، الرد قد يكون منظما من قبل هذه الفصائل إما بشكل جماعي أو بشكل فردي لتنفيذ عمليات ضد هذا الكيان، عمليات ثأرية تعيد هذا الكيان إلى رجده وتوقف عند حده. لكن سيد رأفت، البعض لا يرى نفس هذه النظرة التي تتحدث عنها، بل يعتبر أن ما تتحدث به الفصائل المنظمة وخاصة الكبيرة منها سواء في غزة أو حتى في الضفة يعني كلام للاستهلاك المحلي، لأنها لم تقدم شيئا ربما لنابلس. ويقول البعض أن الفصائل يعني بتحاول تستر عيوبها أو ضعفها أو عجزها بالإطراء حتى الزائد عن اللزوم أحيانا لهذه الظاهرة، لأنها يعني تشعر بأنها هذه الظاهرة تعوض عن نقص لدى هذه الفصائل. ما رأيك بهذا الكلام؟ للأسف الشديد هناك بعض الفبركات والإشاعات التي تستهدف الفعل المقاوم لهذه الفصائل التي عودتنا دائما وعودت الشعب الفلسطيني أن يذيق الاحتلال الأمرين في ضربات نوعية آخرها الضربة التي نفذها عدي التميمي وهو بالمناسبة منتمي لحركة حماس، هذا المناضل الشاب البطل الذي نفذ عملية شعفاط بآلة عبارة عن سلاح فردي يواجه جنود مدججين بالسلاح على الحاجز، والجميع شاهد هذه الصور الجبارة التي أظهرت حجم هذا الصمود الفلسطيني وحجم هذه الإرادة لدى هذا الشاب الفلسطيني الذي اليوم يمثل أنموذجا للشباب الفلسطيني أقلق الاحتلال بشكل كبير. هذا الشاب الفلسطيني الذي لا يتجاوز عمره 23 عاما نفذ هذه العملية من نقطة الصفر، وهي إنجاز فصائل لحركة حماس وغيرها من فصائل العمل الوطني. هذا النموذج هو الذي يرعب الاحتلال اليوم، وهو الذي يجعل الاحتلال بكافة أجهزته وكافة إمكاناته العسكرية وطيران الاستطلاع والمدفعية والجنود جنود النخبة تدخل اليوم إلى نابلس، هذا الخوف وهذا الرعب أن تتحول هذه النماذج لكي يعني يقوم بها الشباب ويحتذي بها الشباب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هو المطلوب من اسمح لي أوجه سؤالي هذا للسيد سامر في نابلس، يعني ما هو المطلوب من الفصائل الفلسطينية سواء كان حركة فتح في الضفة الغربية أو حركة حماس في قطاع غزة أو بقية الفصائل الأخرى الأصغر حجما، كيف يمكنها أن تستثمر هذا العمل النضالي ضد الاحتلال الذي يستخدم كل هذه الوسائل التي هي مشروعة دوليا في مقاومة احتلال غاشم لا يراعي القوانين الدولية؟ ما المطلوب منها؟ وهل يمكن فعلا أن تستثمر هذه الحالة الوطنية بفعل يؤدي إلى تحقيق أهداف هذه المقاومة الوطنية الفلسطينية؟ يا عزيزي، أولا يعني اسمح لي أختلف قليلا وليس كثيرا مع الأخ رأفت والفصائل الفلسطينية. صحيح يعني شهيد عدي لا نعرف هل هو فعلا حركة حماس أو غيره، ولكن ليس هذا المقصود. نعم، وفلسطينيا ليس هذا المطلوب، والمقارنة هي من الفصائل، هل ينتمي الفصائل أو لا؟ يعني عندما الحديث عند على سبيل المثال عريض الأسود، هم شباب متحمسون، هم شباب وطنيون، هم شباب مضحون جريئون، ولكن بحاجة للحاضنة السياسية والحاضنة الأمنية، هذه غير متوفرة. الحاضنة الأمنية والسياسية الفصائلية غير متوفرة، وبالتالي عند الحديث عندها عن هذا الموضوع نتحدث عن
ضرورة إعادة عودة الحياة إلى الفصائل الفلسطينية. عندما ننتقد أداء الفصائل الفلسطينية ليس من باب التجريع، كلنا منظمة التحرير وكلنا فصائل وكلنا يعني مع كل أشكال المقاومة وكل أشكال العمل الوطني بكل يعني توجهات في الضفة وفي غزة. صحيح ما يرعب دولة الاحتلال حالة التصعيد في الضفة الفلسطينية قد تقود إلى مواجهة مع قطاع غزة، وهذه أحد الاحتمالات تخشاها، وتخشى أيضا شمال الضفة، وتخشى أيضا أهلنا في 48، وتخشى أهلنا في القدس. لذلك المجموعة الفلسطينية بكل مكوناتها بكل أماكن التواجد مهم جدا التعاطف فيما بينها في مواجهة الاحتلال. ولكن بالنسبة للفصائل وللقوى السياسية المطلوب فعلا العودة إلى القيادة الوطنية الموحدة التي افتقدناها في الانتفاضة الأولى. كان هناك قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني قادت كل النضال الوطني الفلسطيني، وهذا المطلوب. إذا من هنا سيد سامر، وأنت تتحدث عن القيادة الموحدة للشعب الفلسطيني، أنا أسأل عن يعني ربما يعني يأتي هذه النقطة في 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 سياق الكلام عن مقومات استمرار هذا الفعل المقاوم للاحتلال. يعني ما هي أهم هذه المقومات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الراهنة والصعبة لكي يستمر في مقاومة هذا الاحتلال بالأشكال التي أقرتها كل الشرائع الدولية؟ أولا التخلي عن كل الاتفاقات التي عقدت من خلال منظمة التحرير، وعودة بناء منظمة التحرير من جديد، واستعادة الوحدة الوطنية، واستعادة المشروع الوطني الفلسطيني. المشروع الصهيوني الآن يعني يسعى بشكل كامل لإنهاء الوجود الفلسطيني، لتصفية القضية الفلسطينية. المشروع الصهيوني واضح ويدعم كل شيء في استهداف الكل الفلسطيني. لذلك ما هو المطلوب فلسطينيا؟ قلناها ولا نزال، هناك اتفاقات وقعت بين الجميع، لماذا لا تنفذ؟ يجب العودة عن الماضي الذي فعلا أثر على كل القضايا الوطنية والاقتصادية والسياسية. إذا الشعب الفلسطيني وكل أشكاله، لكن سيد سامر يعني تطبيق هذه الاتفاقيات التي تشير إليها، ما هو أثره على استمرار هذه الظاهرة، ظاهرة المقاومة الشعبية والمشروع لدى الشعب الفلسطيني؟ ضمن هذه الاتفاقات أولا تحقيق الوحدة الوطنية من هذا الانقسام. الانقسام لا يزال يحكم الحريات ويحكم كثير من العلاقات الوطنية في داخل الوطن. هذا يجب أن ينتهي. حالة فصل غزة عن الضفة الفلسطينية يجب أن تنتهي. حالة الوحدة الوطنية والقيادة الوطنية بمعنى متى نقاوم ومتى نحارب ومتى يعني نذهب إلى مفاوضات، إن كان في هناك ضرورة للذهاب إلى مفاوضات يجب أن يحسم. نعم. هذه الحالة بتشكيلة الوحدة الوطنية هي ما تدعم الوجود. أيضا الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الصمود، صمود الناس على الأرض، المقاومة الشعبية إضافة لأشكال المقاومة الأخرى، كل هذه المنظومة يجب أن يعاد بنائها في إطار جبهوي واضح يسمى إطار منظمة التحرير، ولكن بأسس كفاحية وديمقراطية. أشكرك سيد سامر عنبتاوي القيادي في حركة المبادرة الوطنية والمحلل السياسي، كان معنا من نابلس. وأختم بسؤالي للسيد رأفت نبهان. سيد رأفت، ما هو دور أجهزة أمن السلطة في مساعي المقاومة أو إنهاء ظاهرة المقاومة التي تمثلها عرين الأسود في نابلس؟ هذه من جهة، وفي ذات الوقت ماذا عن المعلومات التي تتحدث، واليوم سمعنا في الأخبار ومصادر المعلومات عن اعتقالات في أوساط أعضاء في الأجهزة الأمنية، وذلك بسبب مشاركتهم في الفعل المقاوم للاحتلال؟ للأسف اليوم السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية تحولوا من سلطة إلى مجرد وكيل أمني وضابط يتبع للاحتلال الإسرائيلي. أليس هذا التعميم ظالم مثلا؟ لا، هناك بعض الشرفاء الذين ينشقوا عن هذه الأجهزة وينتفضوا للدفاع عن شعبهم، وهؤلاء يتخلوا عن مسار السلطة الفلسطينية الذي يعبد التنسيق الأمني مع الاحتلال. السلطة الفلسطينية تسعى جنبا إلى جنب مع الاحتلال لملاحقة المقاومين ومطاردة المقاومين ومحاولة يا إما إقناعهم بالعودة وترك السلاح واعتقالهم فترة من الزمن في السجن ثم تسليمهم إلى الاحتلال، أو يعني ترك الاحتلال يغتالهم، أو
يعني تقوم هذه السلطة الفلسطينية باعتقال هؤلاء الشبان المقاومين ووضعهم في السجون، وهناك عشرات المعتقلين السياسيين اليوم في سجون السلطة الفلسطينية، هناك أسرى محررون وهناك طلبة ومقاومون ورافضون لهذا المسار. بالتالي السلطة اليوم تقوم في أجندة تخدم الاحتلال في ملاحقة المقاومة الفلسطينية. أشكرك سيد رأفت، مع أن كثير ربما من أبناء الشعب الفلسطيني يخالفونك الرأي في هذه المسألة ويعتبرون ما تتفضل به ربما اتهامات معلبة، لا ترى الجانب الإيجابي لدى هذا القطاع الكبير من أبناء الشعب الفلسطيني. على كل حال شكرا جزيلا الأستاذ رأفت نبهان المحلل السياسي، والشكر موصول لضيفنا من نابلس سامر عنبتاوي، ولكم مشاهدينا الكرام كل الشكر والتقدير. وفي الختام نلفت انتباهكم أنه يمكنكم دوما متابعة البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب، وكذلك التواصل معنا عبر منصاتنا على السوشيال ميديا. إلى اللقاء.